لو الحكاية فيها إن فيديو الجمارك على الفراخ المجمدة شهر 11 وشهر 5 2017 رأي ممتاز جدا لأنه هيريح الأسعار في السوق برا المحلي، هيرقص لأنه طبعا الأسعار عالية جدا اليومين دول مش متناول الناس العاديين يعني، فده هيوفر كتير على ويوفر برضه، لأن أنت عارف إن موسم الشتاء عندنا بيبقى فيه أمراض الدواجن والحاجات زي كده فمتبقاش متوفرة أوي. معلش نسبة الفراخ المجمدة في الأسعار دلوقتي ولا أنت لسه هي بتبقى موجودة؟ هي يعني الأسبوع اللي إحنا فيه ده كانت بالكيلو كان بيعمل 20 المحل نازل سعره 29 الكيلو 29 طبعا فرق كبير. لا هو هيظبط السوق وظبط الاسعار بس انت بقى عندك ازمه في الدواجن اساسا في الشتاء بسبب الامراض الموجوده والبرد والحاجات دي والغاز اللي بيستهلك والحاجات السنه دي كلها تتوفر يعني يا ريت يستمر على طول. حتى والله هو قرار يعني جميل وكويس، اهم حاجه اللي يتنفذ يعني من كمستورد ان يعتبر هتشال عليه الجمارك، من حقه ينزل سعر الفراخ الجمله اللي بتنزل لتجري التجزئه، من تجري التجزئه برضه هيوطي السعر فكده هتظبط. هو ازاي في الاسواق شوف لما تنزل فراخ باسعار الاسعار، بس طبعا دلوقتي يعتبر فيه اسعار قديمه ما تحسش بيها المنتج اللي بتاع لما تنزل الايه الاسعار الفراخ اللي هتنزل بعد كده هتهبط السعر يعتبر اللي هو الموجود المحلي، حتى الحي قصادها دي هترخص والتاني قصاده هيرخص. تمام. طب في السوق دلوقتي مستورد؟ موجود يعتبر ساديه الموجوده يعتبر شغال منها مستورد. دي مستورد الوطنيه هي اللي برضه بتاعت ابن طلال برضه يعتبر مستورده. في حاجه ثانيه غير دول؟ دول يعتبر اللي اعرفهم انا. اسعارهم ايه طيب؟ يعني من 30 يعتبر لغايه 38 بالنسبه في كيلو، وفي كيلو 100 وفي كيلو 200 كده.